أعزائي المشاهدين، أعزائي مشاهدي قناة مصر البلد الفضائية، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أسرار البلد. حلقة اليوم نقدمها لكم عن مستقبل صناعة الطباعة في مصر. كان لابد بهذه التجربة أن ننتقل إلى محافظة سوهاج في أقصى صعيد مصر، وبالتحديد من حي الكوثر، واختيارنا لأكبر مطابع دولية من الجيزة حتى أسوان، وهي الشركة الدولية للتصنيع والطباعة، حتى نشاهد على الطبيعة حجم الإنجاز، حجم العمل، حجم ما يتم في صعيد مصر، قلعة الاستثمار والتنمية. كان لابد أن نلتقي بالمهندس أحمد حمدون، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للتصنيع والطباعة. أهلا بسيادتك يا باشمهندس. أهلا بحضرتك يا أستاذ. بنقول كل سنة وأنت طيب أولا. أهلا. وشايفين طبعا يمكن احنا خلال رحلتنا من القاهرة حتى وصلنا إلى حي الكوثر بسوهاج، بإسم الله ما شاء الله، يعني مكان يعني مفرح واستثمار جيد، ويريد تكلمنا عن هذه التجربة. شكرا لحضوركم وسعداء بيكم، ونتمنى ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. الله يخليك. وشرفت الصعيد وشرفت سوهاج وشرفتونا. الله يكرمك. لو اتكلمنا عن مستوى الطباعة في صعيد مصر، ولو اتكلمنا عن الفكرة اللي احنا قمنا بيها كمشروع بالزبط. انتاجي في الصعيد. صحيح. انا كنت برا مصر فترة حوالي 11 من 11 ل 13 سنة، وكنت في مجال الطباعة برا. بتشتغل في مجال الطباعة؟ في مجال الطباعة برا مصر. تمام. فجات لي فكرة ان الصعيد محروم من الامكانيات اللي هي تطلع شغل فصل الوان وكده. تمام. كلها مطابع بس مطابع صغيرة، ما بتطلعش الانتاج الضخم يعني. بالظبط. فكانت الفكرة ان انا استثمر هنا. واكتر من واحد قال لي لا استثمر بره، اروح بره مصر مثلا ممكن. لا انا عاوز استثمر في مصر. طب هتستثمر في مصر، استثمر بره سوهاج. تمام. عشان الصعيد برضه كله مشاكل وكله ضغوط نفسيه، وكله برضه عقده الخواجه عندنا احنا ان هو يحب يعمل شغله بره. صحيح. قلت برضه انا عندي اصرار ان انا احقق حلم البلد هنا يعني. انت سعادتك منين في سوهاج تحديدا؟ سوهاج نفسها قريه ابر الوقف مركز اخمين. يعني حضرتك بس بترد الجميل لبلدك. أكيد. واهلك اولا يعني. اكيد انا. لو هتتفتح مطبعه ادي دي 10 مرات ويقولوا لي امسكها وبره سوهاج، مش هطلع بره سوهاج. اكيد اكيد. انا أكيد. عندي ولاء وانتماء لسوهاج حتى لو ايه برضو قاعد في سوهاج. طيب حضرتك، احنا شايفين كيان عملاق، ويعني الحمد لله نقدر نقول قلعه للطباعه في صعيد مصر. الحمد لله رب العالمين. الفكره دي جات لك بعد حضرتك ما خلصت تجربه السفر يعني؟ والله هي جات وانا في من السفر. من كام سنه يعني؟ من 4 سنين. 4 سنوات. من 4 سنوات. الفكره جات لي وانا بره مصر، اساسا انا عاوز انزل استقر في مصر. تمام. ولاني الغربه مش 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 كل حاجه يعني. هل كان مناخ الاستثمار يعني جاذب وشجعك انك انت فعلا تستثمر فلوسك داخل الوطن؟ في الاول كان ممكن. كان ممكن. حاليا يعني بعد الثوره وكده واللي حصل، اعتقد بدات يعني الازمات تحصل من ضغوط نفسيه، من الغلاء اللي بيحصل في البلد، من كل ده اللي بيأثر على مستقبل الاستثمار والصناعه وكل حاجه في مصر. طيب لو قلنا عشان ندي فكره للمشاهد المصري والعربي عن امكانيات الدوليه للطباعه او للتصنيع والطباعه، امكانياتكم ايه ومراحل انتاجكم ايه وبتنتجوا ايه؟ الشركة الدولية للتصنيع والطباعة مصنع متكامل، المساحة 1200 متر، مبنى 3 طوابق، عنبر 600 متر وعنبر مخازن 600 متر ومبنى إداري 400 متر، زائد الحديقة اللي خارج المصنع. طبعا. المكن اللي في المصنع من أول إنتاج الزنكات لغاية التعبئة والتغليف. كل حاجة الحمد لله. من الألف إلى الياء. إمكانيات المصنع الحمد لله رب العالمين، مش متواجدة في مطبعة حتى على مستوى الجمهورية في القاهرة أو اسكندرية. أنا بنكرش إن في مصانع أكبر مني بكتير، لكن كتكامل متكامل مش موجود. يعني ممكن يكون عنده كل إمكانيات المكن لكن ما عندوش سي تي بي. ممكن يكون عنده سي تي بي ومكانتين يعني.
حضرتك الحمد لله يعني مصنع متكامله متكامله من الى من اول مكن الزنكات اللي بيطلع الزنكات لمكن الطباعه فصل الوان اربع لون واثنين لون وواحد لون فرخ ونص فرخ وربع فرخ مكن سلوفان حراري مكن سلوفان بارد سلوفان مطفي سلوفان لامع مكن توضيب تشطيب طواية كتب تمام مقص ثلاثي مقص بولر 115 دباب تكسير سلندر تكسير مكنة بصمة كل ما يخطر على بالك موجود الحمد لله من إمكانيات الطباعة. يعني احنا عندنا استعداد نصنع كتب مدرسي، عندنا استعداد نصنع انتاج مصانع أدوية، عندنا استعداد نصنع انتاج مصانع بسكوت، كل ما يخطر على بال حضرتك من انتاج ورقي متكامل مطبوع فصل الوان متواجد عندنا. طب هل بيتم حضرتك في تعاون بينكم وبين وزاره التربيه والتعليم لطباعه الكتاب المدرسي؟ طرقنا الباب اكثر من مره ولكن لسه يعني ما جاش طب ايه المعوق؟ يعني انا شايف انه اعتقد بيبقى نظام مزايده ولا بيبقى ايه بالظبط؟ مزايدات، بس المشكله ان في ناس بتبقى حاجزه المزايدات من قبلها بسنه وسنتين، فاحنا لسه المفروض ان على بال ما يجي علينا الدور ادينا بنعافر معاهم، احنا عاوزين ناخد منهم كتاب لا واحد. ان شاء الله باذن الله. يعني طب طالما بهذه الامكانيات لابد ان الوزاره تسعى للمطبعه وليس العكس، يعني لانه انتوا طبعا يعني زي ما احنا شفنا ويمكن هيبان في الصوره وفي التقرير اللي احنا بنعمله عن المطبعه، يعني بسم الله ما شاء الله حاجه محترمه وحاجه عالميه. يعني احنا اصلا متعاقدين مع اكثر من مصانع هنا شغالين معاها، مصانع بسكويت ومصانع ادويه ومصانع منظفات بنعمل لهم استيكرات، حتى الكرتون نفسه بتاع مصانع الفلاتر بنشتغله. كويس. بنشتغل ميكرو جوه المصنع برضه، بنشتغل كل حاجه بنشتغلها، زائد الشغل الثاني اللي هو داخل المحافظه. الشغل المحلي داخل المحافظه. تمام. اللي هو الشغل معامل التحاليل ومراكز الاشعه والاطباء المطاعم وكل الحاجات العالميه كلها، يعني البراندات وكله اعتقد بالظبط كله بيتعمل من عندك. طيب بالنسبة لارتفاع أسعار الورق، وهل أثر ده عليكم كطباعة وكمطبعة وتأثيره على الدخل العام واقتصاديات المطبعة؟ أكيد أكيد، هو ارتفاع أسعار الورق أثر كل جزئي على الإنتاج والبيع والتسويق نفسه. أثر كل جزئي طبعا. يعني طن الورق ضرب في ثلاثة حاليا، طن الورق من ثلاث سنين ضرب في ثلاثة سعره حاليا. المشكلة علشان حضرتك تقنع العميل بانه الاسعار زادت، الاسعار زادت، ممكن تكون زادت عنده في السكر والزيت والشاي لكن ما زادتش في الورق، في الورق، في حين ده انتاج محلي وده انتاج مستورد. صحيح صحيح. فده اللي عشان تحاول تقنعه بيها، زائد ان برضه اثر على حصيلة انتاج المصنع نفسه. التحصيل البيعي والتسويقي للمصنع، يعني انا مثلا من قبل الكلام ده قبل الغلاء كان ممكن مثلا في الشهر تبيع بمليون او بنص مليون قبل تعويم الجنيه تقصد حضرتك. دلوقتي مثلا مبيعاتك توصل 200 300 400 بدات المبيعات تقل، في حين التكلفه عليك عاليه. يعني التكلفه نفسها عاليه والمبيعات اقل. تمام. طب الجهات الحكوميه في سوهاج وفي المحافظات المجاوره زي اسيوط وقنا، هل ده يعني بيجي لكم وبيبقى يعني بينشدكم، بحسس ان انتوا اقرب ناس ليه يعني؟ تمام. هل ده بيتم ومدى التعاون يعني؟ الحمد لله رب العالمين، احنا واخدين مناقصات من جهات حكوميه كتير الحمد لله. شركه الميه في سوهاج، مستشفى جامعه سوهاج، مستشفى الجهاز الهضمي، مستشفى الاورام، مستشفى اكمين مركزي، شركة الكهرباء، بناخد منهم مناقصات كاملة في تعاون الحمد لله، بيستعينوا بخبراتكم طبعا الموجودة. الحمد لله رب العالمين. احنا اصلا بنتعاون مع الجهات الحكومية بره المحافظة وجوه المحافظة كمان. بالتوفيق ان شاء الحمد الله رب العالمين. طيب المهندس احمد حمدون لما سافر، وانا عارف انه يعني كان لك تجربة في السفر خارج مصر، التجربة دي استمرت كم سنة؟ 13 سنة. لما رجعت يعني ايه اللي يعني انت فكرت في المطبعه؟ ما كان ممكن تفكر مثلا تعمل مصنع منظفات، مصنع، يعني ايه اللي خلاك تبقى ماسك في موضوع الطباعه؟ اولا كون ان انا استثمر كصناعه واستثمار، فانا راجل غاوي تعب. صحيح صحيح، يعني الاثنين. انا مش غاوي راحه، لاني انا لو غاوي راحه مثلا برج او اي مبنى وتعيش مع نفسك العقاري شغال، لكن انا ما تعودتش على الراحه، تعودت اصلا على التعب، واحب دايما اكون قائد في مكان فيه ناس شغاله معايا، يعني ما احبش ان انا اكون لوحدي. صحيح. احب اشتغل وسط الناس ومع الناس، وكمجال طباعه اساسا اللي خلاني حبيت اشتغل نفس المجال، اولا نفس المجال اللي كنت فيه مصر. ثانيا ان المجال ده معدوم في الصعيد،
مش معدوم موجود. في الصعيد حضرتك خالص. فكرت في حاجه مش موجوده. طبعا بالظبط. عشان كده يعني حضرتك فكرت في انشاء مطبعه دوليه للتصنيع والطباعه في الصعيد. تمام. وهي كمان حاجه فيها تقنيه عاليه، مش اصلي مصانع المنظفات او اي حاجه تانية ممكن تكون مكونات وتركيبات معينه وخلاص وطلع، لكن ده في يعني مجال الطباعه فيه تقنيات من اول التصاميم يعني كله خيال. فكر. كله فكر وخيال. فكر. ده لكن الخبرات الاجنبيه ودورها هنا في المطبعه يا ريت تكلمنا عنه. اول ما رجعت من بره مصر كان يهمني ان انا استفيد بعناصر وخبرات اجنبيه اكتر، مش تقليلا من العامل المصري الماهر ذكاء العامل المصري ومهارته، لا، لكن تبادل ثقافات وتبادل خبرات افضل. تمام تمام. يعني هو ممكن يكون العامل او الفني اللي من بره مصر اجنبي عنده فكره معينه يفيد بيها اللي من مصر، وجايز عندنا احنا كمان فكره ممكن نفيده احنا بيها. بالظبط بالظبط. وحضرتك اكيد بتستخدمه برضه في التدريب العامل أكيد المصري أكيد. الغير ماهر يعني. انا كان هدفي اساسا ان انا ادرب بيه ناس هنا، فلما جيت وقدمت على 4 من الفلبين وباكستان والهند وكده لقيت عراقيل وعقبات وخيمة في استقطاب عناصر من بره مصر، يعني ده كان صعب عليا، تأمين عليهم في السفارات بتاعتهم وإجراءات ضخمة. فبنحاول ان احنا يعني الحمد لله نتعامل برضو مع الخبرات المصرية والفنيين المصريين على قدر أخلاقياتهم وفنياتهم ومهارتهم وبنستفيد منهم الحمد لله. هو مش في حضرتك يعني جامعات مصرية ومدارس مصرية متخصصة في الطباعة ممكن حضرتك تستعين بيها؟ لا للاسف. هو في مصر بس مش بتغذي المطابع او ما بتديش فرصه للمطابع انها ما بتعرضش على المطابع التعامل معاها. احنا عشان الصعيد هنا الحمد لله يعني ما فيش احنا بنسعى ان شاء الله لعمل اكاديميه خاصه بالطباعه، الاكاديميه الدوليه للطباعه. انا يمكن ان شاء الله طبعا ده يمكن موضوع الاكاديميه ده موضوع كبير جدا، ويعني انا يعني بطرحه عليك وعلى هل الفكرة دي متواجدة ولا لا. طبعا. بس أسمع إجابة حضرتك بعد الفاصل. تحت أمرك. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل، ومعنا ومعكم المهندس أحمد حمدون رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للتصنيع والطباعة. أهلا بحضرتك مرة تانية. أهلا بك. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن أمنيات حضرتك لإقامة أكاديمية دولية تعليمية يعني تابعة للتعليم أو التعليم العالي هنا في سوهاج. يا ترى الفكرة وتكلمنا عنها بكل وضوح. إن شاء الله الفكرة موجودة وبنسعى لها نظرا لعدم توفر فنيين وخبرات عالية في مجال الطباعة في الصعيد، وبنضطر ان احنا نستقطب الفنيين دول من القاهرة من اسكندرية، وده بيبقى مرهق جدا بالنسبة لنا كمصاريف وكرواتب وكإقامات. بنسعى ان شاء الله لاقامه او لعمل اكاديميه خاصه بالطباعه، الاكاديميه الدوليه للطباعه، وباذن الله تكون خاضعه لوزاره التربيه والتعليم ان شاء الله. تاخذ الحاصلين على دبلومات او تاخذ الحاصلين على الخريجين وتطلع فنيين من الصعيد ان شاء الله يبقوا زي زمايلهم الفنانين اللي في القاهره اكيد ان شاء الله الاكاديميه يشتغلوا في مجال الطباعه هنا وبره مصر وفي مصر وفي كل مكان باذن الله. دي هتكون سنتين ولا 4 سنوات؟ ان شاء الله تكون سنتين. سنتين بإذن الله. ان شاء الله. لكن يعني تمهيدا لانك انت حضرتك بتخليها بعد كده باذن الله احنا نبدا بها سنتين عشان ما تكونش مثقله على الناس على الناس بس تكون بسيطه وتطلع على الاقل خالص
فنيين مبدئيا، بعدين تمام. نطور ونكبر ونطلع 4 سنين باذن الله، طلع مهندس فني إن شاء الله. قادر على ان شاء الله باذن الله. تمام ان شاء الله باذن الله. الله يخليك. طب هل ده يعني في معوقات ولا حضرتك ان شاء الله يعني هتطرق باب وزاره التربيه والتعليم؟ اهم شيء نطرق باب وزاره التربيه والتعليم، ونتمنى ان هم يستجيبوا لينا ويساعدونا. بس لا يعني ان شاء الله دي محتاجه استثمارات ومحتاجه برضه ضخ اعتقد اموال تانية. اكيد اكيد اكيد. وهل في حاجه لحضرتك يعني لمشاركه من رجال التعليم في سوهاج والمستثمرين في سوهاج، ولا ان شاء الله يعني هناك خطه يعني متوازنه ليها؟ والله ان شاء الله هي الخطه موجوده المتوازنه ليها، لكن مساعده رجال التربيه والتعليم طبعا ده احنا ما استغناش عنه كخبرات يعني. كخبرات ولابد ان احنا اكيد هتستعين بيهم. اكيد هنستعين بيهم ولازم يكونوا معانا. بالنسبه للاخوه المستثمرين او اي حد عاوز يحط ايده في ايدنا، اهلا وسهلا. باب المصنع مفتوح وباب الشركه مفتوح، واداره الشركه بترحب باي حد عاوز يشارك معانا بنظام الاسهم، بنظام المشاركه، بنظام اي حاجه، احنا ما بنقولش لا. اللي شرف اهلا وسهلا، ما يشرفش الحمد لله احنا قائمين ونستطيع ان شاء الله ان احنا نقوم بالمشروع بامكانياتنا. هل ده للمصريين فقط ولا ايضا للاخوه العرب لو حبوا ذلك؟ أهلاً يعني اهلا وسهلا بالمصريين والعرب الاثنين يعني ان شاء الله باذن الله. طب هل في فكره حضرتك انك يعني يبقى الدوليه للتصنيع والطباعه لها فروع في كل محافظات مصر، يعني على الاقل نقول في صعيد مصر؟ اكيد باذن الله ان شاء الله باذن الله. يعني هناك خطه ايضا؟ اكيد في الخطه نسعى ان شاء الله. احنا حاليا لينا مكاتب في كل محافظات الصعيد. مكاتب يعني حاليا لينا مكاتب في كل محافظه من محافظات الصعيد لينا مكتب، ونسعى من خلال المكتب ده ان احنا نبدا برضه بمطبعه صغيره في نفس المكان وتكبر وتبقى زي لو في حاجات مش محتاجه تيجي المطبعه الرئيسيه هنا بالزبط. ممكن تخلص ممكن تخلص في نفس المكان في نفس المحافظه هناك. صحيح. تمام. طيب قلنا تأثير ارتفاع أسعار المواد الخام على الكتاب عموما وعلى المطابع عموما، وده هل ده أثر زي ما قلنا في البداية على الاقتصاديات المطبعة؟ أكيد غلاء الأسعار أثر على الإنتاج وأثر على التسويق وأثر على المبيعات. طيب لو جينا لتخصصنا وشغلنا وهو الصحافة، هل عندكم إمكانيات لطباعة الصحف الورقية هنا؟ الحمد لله عندنا امكانيات حاليا لطباعه المجلات. المجلات المجلات تمام. الصحيفه الورقيه اللي هي زي اخبار الجمهوريه لسه ليست في الامكانيات المتاحه. تمام. ولكن المجلات بانواعها بالكامل، فصل الالوان، بكل كله موجود هنا. موجود عندنا كله موجود. لكن برضه بتامل ان شاء الله ان يكون عندك مطبعه لطباعه الصحف الورقيه ان شاء الله، لان هناك في اكثر من 20 او 25 مطبوعه في صعيد مصر، اعتقد العدد اكبر من كده ممكن. تمام. سعادتك يعني يكونوا ليهم مكان بدل ما يكونوا في القاهره بإذن يبقى الله. لهم مكان في محافظه سوهاج ان شاء الله. بإذن الله. الله يخليك. لو حبينا نوجه كلمه للشباب من خلال برنامج اسرار البلد، حضرتك تقول لهم ايه؟ بقول لهم ما يقاسوش، ومصر بخير، والشده الشده الشده، بلاش تكاسل، بلاش قعد على الكافيهات ونسيب بلاش يعني بلاش كده صرمحه في الشوارع. خلينا اي شغلانه في ايدك تمسكها تثبت فيها، تحاول تنهض بيها، تحاول تكبر، ابدا صغير واكبر. للاسف كل الشباب اللي من دول اول ما يجي يقدم على شغل عاوز يقعد على مكتب، عاوز مرتب 3-4 آلاف بالظبط، مش ده. عاوز يعمل اي حاجه. صحيح. طب اشتغل مندوب وهتاخد 5000. يعني انا عندي مندوبين بيوصل مرتبه ل 8000 و7000. تمام. عمولة وهو ما بيتحركش غير حركات بسيطة. تمام. مش عاوز يخوض التجربة دي، مجهود يعني. مش عاوز يخوض التجربة دي يعني. هو لو اشتغل صح، لو عمل مبيعات بس ب100,000 في الشهر مثلا، صحيح، هياخد مرتب 10,000 جنيه. جميل جميل. 10,000 جنيه دول ممكن يعملهم من عميل واحد او عميلين، بس هو ما عندوش القدرة ان هو يوظف فكره وحركته ودماغه ان هو يشتغل في الحتة دي. لا، هو عاوز مكتب. بالظبط. عاوز مكتب عشان ياخد عليه مرتب. طب المكتب هيديك انت؟ لا هيديني انا مرتب مكتب ولا هيدي لك انت. ولا هيدي لك انت. صحيح. اتحرك، اسعى وهات شغل واشتغل وكسبني وخد عمولة على الشغل اللي هتجيبه. كمان فنيين علشان تجيب العامل الشاب عشان يتعلم برضه بصعوبة، مش عاوز يتعلم. انت عندك عندي في المصنع اكتر من 22 مكنة. كل مكنة عاوزة شغل فني ومساعد. فني ومساعد. عايزة فني ومساعد. كل دول احنا بنبدل عليهم فنيين من بحري. ايه اللي يمنع ان انت تتعلم فنيات بسيطه ويكون عندك من توفر عندك على الاقل الخبره الفني؟ صحيح. اللي هو حاليا بياخد 5000 واكتر واقل، ده علشان يتعلم والده ورماه في مطبعه ورماه في شركه
وقال له افتح دماغه بالمفك عشان يتعلم. صحيح. ما ادوش مرتب. مبقاش... لكن احنا بنقول لك تعالى وخد مرتب ولو بسيط وتعلم. صحيح. صحيح. طيب لو حبينا نوجه كلمة لمحافظ الإقليم الدكتور أيمن عم منعم نقول له إيه من خلال برنامج أسرار البلد ومن موقعنا هنا من داخل الشركة الدولية للتصنيع والطباعة. الدكتور أيمن عبد المنعم شخصية محترمة ومن الناس اللي هي بتجاهد علشان تعمل من سوهاج حاجة كويسة. فتح مشروعات ضخمة ونتمنى بس يحاول يلموها شويه، احنا خايفين عليه ليمشي قبل الحاجات دي ما تخلص. هو فعلا في استثمارات كتير شغاله دلوقتي، عايزين يحاول يشد عليهم شويه علشان انجازاته دي تبقى باسمه قبل ما يمشي. لا ان شاء الله يفضل معاكم ان شاء الله باذن الله واحنا معاه. وهو ما شاء الله عليه انسان متحرك وشخصيه ممتازه. بالمناسبه هو حضر افتتاح المطبعه ولا لا؟ لا هو ما كانش في وقتها. لا لا جاء بعدها بعد ما اتفتحت. تمام. بعد ما اتفتحت بس هو معانا يعني احنا على طول في تواصل يعني الحمد لله مستمر بيننا وبينه، وبرضه شغل المحافظه بيننا وبينه متواصل، بيجي عن طريقهم الشغل اللي في المحافظه لينا يعني وبننفذه له. يعني احنا برضه بنشكر يعني الدكتور ايمن عبد المنعم على التعاون المثمر بينه وبين كل المستثمرين وليس بالمطبعه الدوليه للتصنيع والطباعة بحي الكوثر بسوهاج. حضرتك هل هناك معوقات بتعوق العمل أو حضرتك مطالب حضرتك؟ أنا سامع يعني في حاجات يمكن الضريبة التصاعدية، الضريبة العقارية، هل ده بيأثر عليكم؟ طلبات حضرتك إيه من الدولة؟ المشكلة الأساسية اللي تعوق الاستثمار حاليا بالنسبة لنا هنا هي الضريبة العقارية. العقارية مرهقة لينا يعني. هو يعني أنا اللي حط القانون بتاع الضريبة العقارية مع احترامي الشديد جدا ليه، لازم تفرق بين إن ده عقار بيكسب تمام، واحد قاعد تحته على كرسي، راجل صاحب البرج قاعد تحته على كرسي بيلم إيجارات وبيعلى، مش مفرق بينه وبين كيان كله شقة وتعب وعمالة وسد بطاله. يعني انت انا مثلا مريحك من توظيف 15 طبعاً 20 واحد طبعا بطلع لهم من عندي انا مرتبات او يعني كل ده فوق طبعا. يعني في معوقات عندنا احنا هنا، المكن لما بيعطل برضو ما حدش بيسد معانا فيه. صحيح. يعني في مشاكل ياما فوق اللي انت فوق ده كله، تجيب لي ضريبه عقاريه دي من الازمات اللي بنعاني منها. المشكله الاساسيه كمان يعني يجب التفرقه بين المنشاه الصناعيه بالزبط والمنشاه اللي هي للاسكان بالظبط وده الصح. المشكله القائمه حاليا اللي احنا نناشد بيها السيد محافظ سوهاج ونناشد بيها المسؤولين والسيد رئيس الجمهوريه، الكهرباء عندنا بتعمل مشاكل وازمات فوق الخيال. يعني المكن كله شغال على حاجه اسمها كارتات. الكارتات دي بتبقى متبرمجه على قوه كهرباء معينه تمام. لما الكهرباء تنزل مره واحده تضرب كارت، تطلع مره واحده تضرب كارت. الكارتات دي صيانتها بس من 5000 وانت طالع، صيانه واحده عشان تصلح كارته واحده. وعشان يطلع لك بيها مندوب من هنا ويسافر وياخد يوم واثنين وثلاثه ويرجع، او تغيرها في كارتات توصل 50000 و60000 و100000. فيهتموا بينا شويه من ناحيه الحته دي، قبل ما تعطل الكهرباء يبلغونا، قبل ما تقوى او تضعف يبلغونا. يعني ده الواجب، بس احنا مش عايزين كده. هتقطعها يوم اقطعها، قول لي يا عم الاسبوع ده كله مش شغالين، هتعمل حسابك على اساس العاملين وكده. لكن ابقى شغال مره واحده واخد اوردرات واخد شغل وفجاه الكهرباء مره واحده وعندك ده صحيح. ده اللي بيعمل ازمات معانا. لكن غير كده الحمد لله برضو المحافظه هنا متعاونه وسوهاج كمحافظه جاذبه للاستثمار، جوها ومناخها رائع ومناطقها الصناعيه فوق الممتازه الحمد يعني لله. اكثر من 4 أو 5 مناطق صناعيه في سوهاج ما شاء الله، يعني كلها شغاله حلو. برضه في اهتمام بالمناطق الصناعيه حلو خالص من ناحيه تمهيد الطرق والصرف الصحي والكهرباء يعني كل ده متوفر عندكم هنا في حي الكوثر. الحمد لله. يعني احنا عندنا هنا كل الامكانيات دي كويسه لحد ما، الميه شغاله كويس، الطرق ممهده كويس خالص. هي مشكلتنا الاساسيه بس حته الكهرباء ارتفاع والانخفاض بتاعها، هي اللي عدم ثبات الكهرباء ده اللي بيعمل معانا مشاكل. احنا بنوجه نداء من خلال برنامج اسرار البلد للمسؤول عن الكهرباء في سوهاج، بطبعا خاصة المنشآت الصناعية، يعني ما فيش مشكلة لو تليفون صغير ان احنا هنفصل الكهرباء، عندنا صيانة، عندنا كذا،
على أساس ما ارتفعش وينزل التيار ويؤدي إلى المشاكل اللي قال عليها البشمهندس أحمد حمدون. احنا بنستأذن سيادتك نشوف تقرير كده عن المطبعة ومع حضرتك أيضا ونشوف كده يعني مرحلة العمل الشاق داخل المطبعة الدولية للتصنيع والطباعة. يا أهلا وسهلا، أهلا بكم، أهلا وسهلا. نشوف تقرير ونعود مرة تانية. مراحل الطباعة بدأنا نتعرف بحضرتك. محمد الضبع. أهلا بك أستاذ محمد. حضرتك هنا بتشتغل إيه وظيفتك بالظبط؟ مهندس سي تي بي. مهندس سي تي بي. كلمنا عن مكنة السي تي بي طب كده بلغة سريعة. يعني مكنة السي تي بي هي مكنة ألمانية الصنع تقوم بعمل الزنكاة، بتطلع 22 زنكاة في الساعة. هي المكنة بتشتغل أونلاين. الوحيدة اللي بتشتغل أونلاين من الجيزة لأسوان المكنة دي. المكنة دي اللي موجودة عندكم هنا في فرع في حي الكوثر في سوهاج. سوهاج مفيش منها يعني. مفيش منها خالص يعني. لا. المكنة دي اسمها سكرين. بي تي ار 8600. تمام. موديل 2008. تمام. ده يعني كل حاجة باختصار عنها. انت اتدربت عليها والحمد لله يعني بتقود العمل على هذه الماكينة يعني. طب بتحب تقول كلمة لزمايلك والناس المتخصصين اللي معاك وبتقول لهم ايه؟ يعني بقول لهم ان المكنة دي جميلة جدا. وكتر التطور عليها والانتاج بيدي يعني شوق اكتر. انتوا شايفين ان انتوا بترحبوا بينا يعني وكده في يعني دي المطبعة. دي اتعملت في وقت قد ايه؟ دي اتعملت في 8 دقايق. 8 دقايق؟ 8 دقايق بين الطباعة وبين ما بين التصوير وما بين الإظهار 8 دقايق بس. ما فيش وقت يعني. لا أي لا. حد عنده أي كميات وكده بيبقى يعني سهل إن أنتوا تخلصوا له شغله في وقت قياسي. في أقل وقت ممكن نطلع الشغل، المكنة دي بتطلع 22 زنكاة كل ساعة. محسن حامل حضرتك من أبناء الدولية. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. المكنة دي عرفنا عليها. هو حضرتك الماكينة دي جي تي أو ربع فرخ. بتطبع للبعة لون، بتطبع أربعة لون دي، طبعا كل لون لوحده. تمام. فحضرتك بنركب الألوان على بعضها هنا في على الماكينة الربع فرخ دي. تمام. بتطلع الصورة الحقيقية أو الصورة المطلوبة. أيوة يعني. طبعا بتدي الشكل الطبيعي بعد التركيب الأربعة لون على بعضهم، لأن احنا هنا بنطبع لون لون يعني دي. تمام. واحدة بس بتطبع لون لون حضرتك دي. تمام. لكن بتركب الأربع ألوان مع بعض فبتطلع الصورة الطبيعية. اللي احنا بنشوفها بيطلع الشكل الطبيعي اللي هو سيان وماجندا وبلاك ويولو. تمام. بيطلع الاربع لون دول هم بتاعتهم. تمام. يعني انت دلوقتي بتعمل طباعه ايه مثلا؟ مطعم أنا ولا يعني انا حضرتك كده بطبع كده دفاتر. دفاتر صغيره بتاعه تقارير دكتور. فطبعا انا بطبع كده لون واحد، هو بالطبع لون واحد الاول، وبعد كده بغسل المكنه ونظفها وبدخل اللون الثاني. تمام. يعني باخدها لون لون. تمام. غير المكنه اللي بتقبى اربع وحدات، المكنه بتقبى اربع وحدات بتاخدهم دوره واحده، انما انا باخدها اربع دورات. تمام. كل دوره بلون معين. عماد دي رمضان. اهلا بك يا استاذ عماد. دي مكنه ايه؟ دي مكنه اربع لون هايدنبرج. دي بتطلع اربع لون. اربع لون على بعض. دي متكامله اعتقد يعني. دي كده متكامله. انت بتطبع حاجه دلوقتي معينه؟ بطبع شغل المدرسه، دي للمستقبل. دي المدارس، دي مدارس خاصه يعني. مدارس خاصه. اهلا بيك. ربنا يوفقك. الله يخليك. دي بتطبع كميه قد ايه في الساعه او قد ايه؟ في الساعه بتطبع 10000. 10000 ورقه في الساعه يعني. امكانيات كويسه جدا. طبعا اكبر من كده كمان. بتطلع يعني. طبعا بنش 12000. سرعتها 12000 في الساعه. كان لابد في نهايه التقرير ان نلتقي بمدير عام المطبعه نتعرف بحضرتك. خالد شوقي نصار. اهلا بك استاذ خالد. استاذ خالد نصار مدير عام مطبعه الدوليه للتصنيع والطباعه في حي الكوثر بسوهاج. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. يا ريت تكلمنا عن المراحل اللي احنا مرينا بيها دي من الاول لغايه ما انتهينا للورق الالوان اللي خرج الحمد لله. اول حاجه بيتم تصميم الطلب اي عميل عايز يطبعه، وبعد كده بيدخل بعد ما بيتصمم ويتجهز بيدخل على السي تي بي. تمام. دي المرحله ثاني مرحله بعد التصميم. تمام. وبعد بعد السي تي بي بيجي اللي هو مرحله الزنكات، بيدخل على المكنه الطباعه مكنه الطباعه. طب ايه اللي تطلبه حضرتك من السوق المصري وايه طلبات حضرتك؟ والله احنا بنقول انه المكن الموجود عندنا هنا يعني من الجيزه لاسوان موجود عندنا هنا. نتمنى من الشركات والمعامل والمصانع اللي بتطبع علب في القاهرة وتطبع، لا أنا بقول بناشد الجماعة اللي في الصعيد، العملاء الشركات
واحنا بنطبع، احنا بنطبع لقينا وبنطبع للاقصر وبنطبع لاسيوط. فانا بناشد الناس اللي بتطبع في القاهره في اسكندريه، لا بقول له احنا اقرب ليك، احنا في سوهاج في حي الكوثر. لا وبعدين احنا الحمد لله. سعرك اخباره ايه؟ الحمد لله كويس خالص، وبنحاول بقدر الامكان برضو كل يعني مع غلو الاسعار بنحاول قدر الامكان ان احنا يعني نبقى يعني اقل من القاهره ومن من يعني. اللي هو بعيد، انا ابن الصعيد. لا انت برضو خليك معايا يعني حضرتك عايز تشغل المكن بكامل طاقته ومش شغال بكامل طاقته دلوقتي. انا لا دلوقتي لا، يعني احنا بنناشد الناس اللي فاتحه مصانع اللي هي بتخص العلب. لا احنا بنعمل علب زي ما حضرتك شفت في العينات. طبعا وبنقول انه لا احنا على اتم الاستعداد في اي اوردر يجي لنا وان شاء الله خير يعني. بنشكر حضرتك الف شكر. تحت امر حضرتك. تحت امر حضرتك. باشمهندس كلمة أخيرة بتقولها من خلال برنامج أسرار البلد للمستثمرين في مصر والوطن العربي، بتقول لهم إيه؟ مصر بخير وإن شاء الله تفضل دايما بخير. ولو أي حد مستثمر عاوز ينزل يستثمر في سوهاج، سوهاج مناخها ممتاز وحلو، عاوز يجي يشارك معنا في مؤسستنا هنا وفي كياننا هنا برضو فوق دماغنا من فوق، وبنرحب بأي حد يشرفنا في سوهاج وسط صعيد مصر. مصر بخير وشكرا لسيادتك ألف شكر. شكرا لحضرتك. أعزائي المشاهدين، لا يسعنا إلا أن نتوجه بخالص الشكر والتقدير للمهندس أحمد حمدون رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للتصنيع والطباعة بحي الكوثر بسوهاج على ما قدمه من إنجازات للمحافظة، لشباب المحافظة، لأهل الصعيد من خدمات طباعية مختلفة. أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.